الأصحاح السابع عشر. وقال يسوع لتلاميذه: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له. وقال الرسل للرب: زد إيماننا. فأجاب الرب: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل. وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. فتطلع وقال لهم: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم. وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟ ثم قال له: قم واذهب، إيمانك خلصك. ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم. وقال لتلاميذه: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط: من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم: سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر. فسأله التلاميذ: أين يا رب؟ فأجابهم: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.